بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في شرح جديد من شروحات أحمد فتحي، شرح اليوم مشيت الله تعالى عن حل مشاكل تشغيل الألعاب والبرامج على ويندوز 10 وويندوز 11. معظم المشاكل المتعلقة بتشغيل الألعاب والبرامج على الويندوز تبقى مرتبطة بفقدان ملفات الدايركت اكس أو عدم تحديث ملفات الدايركت اكس. فمن خلال هذا الفيديو هننزل حزمة برنامج دايركت تكس 12 وهتثبتها على الجهاز وهتتحل اي مشكله متعلقه بالالعاب او البرامج. هنروح على الموقع اللي هننزل منه الدايركت اكس 12. سوف اترك لحضراتكم رابط الموقع في التعليق المثبت اسفل الفيديو. بعد الدخول على الموقع نضغط هنا على داونلود، ونضغط هنا على داونلود ناو. بدأ معانا ينزل برنامج الدايركت اكس. انتظر لما تكتمل عملية التنزيل للملف. الملف حجمه صغير مش هياخد وقت معانا. اكتملت عملية تنزيل الملف اهو. هنروح على ملف الداونلود، ملف اهو. هنقل الملف على سطح المكتب، الملف اهو. قبل ما نثبت الملف هنعمل فولدر جديد على الديسكتوب وهنسميه دايركت اكس. هروح على البرنامج هنضغط عليه دبل كليك. اضغط على يس. اختار الملف ده عشان يتثبت فيه البرنامج. هضغط على براوز وبعدين اروح على الديسكتوب واختار ملف الدايركت اكس اللي احنا لسه عاملينه واضغط على اوكي. هيتم فك الضغط عن الملف. هنفتح الملف، هنكبر الايقونات، هضغط على فيو، اعمل لارج ايكون، الايقونات كبرت. وبعدين نروح على الأداة دي نضغط عليها دبل كليك واضغط على يس. هضغط هنا على اي اكسبت ونكست ونكست وهيبدأ تثبيت ملفات الدايركت اكس على الجهاز. انتظر حتى تكتمل عملية التثبيت. وبعد انتهاء اضغط هنا على فينش وكده ثبتت ملفات الدايركت اكس على الجهاز. ولو عندك اي مشكله في برنامج او في اللعبه هتكون اتحلت المشكله بمشيئه الله تعالى. كده نكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم، واتمنى يستفيد الجميع من هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.